Ils ont vraiment tout fait pour pouvoir marquer ce but. Maintenant que c'est fait, ils vont chercher un deuxième but. En attendant, justement, pourquoi pas un deuxième but tahitien, on va aller retrouver Si Mohamed Al-Garda Moubacharatian. Maintenant, Si Mohamed Al-Garda, marhaban bik. اذا حميد مجددا لك حبيت كنت من يعني يكون صوت بوضوح كيوصلكم بطبيعه الحال حميد كما قلتي فكل شيء كان كيهضر هذه السيمانه على المدرب اللي غادي يدرب الوداد الموسم الجاي خلف البدو الزكي اليوم فكان جلسه ديال المسؤولين ديال فريق الوداد البيضاوي مع عبد الرحيم طالب احد الفنادق بمنطقه ديال عين دياب والفرصه المناسبه هي يشوفوا يعني البرنامج العمل ديال عبد الرحيم طالب ويشوفوا ايضا حتى الشروط اللي كيشترط عبد الرحيم باش يتولى التدريب او تدريب فريق الوداد قبل لحظات حميد فتبعنا الجلسه ديال المسؤولين ديال الوداد مع عبد الرحيم طالب قبل لحظات يعني مصادر مسؤوله من داخل فريق الوداد ايضا اتصال مع سي عبد الرحيم طالب فاكد بان حاليا بعد نهايه الجلسه ديال المفاوضات والبرنامج ديال المدرب فتم اتفاق على سنه عقد كيمتد السنه قابله للتجديد ولا العقد حميد فغادي يتسنى غدا ان شاء الله على اعتبار ان الامور كتوجد اليوم وغدا عبد الرحيم طالب غادي يثني العقد ديالو مع فريق الوداد كما قلت سنه قابله للتجديد فيعني في ظل الى حقق نتائج ايجابيه مع فريق الوداد البيضاوي اذا حميد هذا هو الخبر اللي بغينا نمدوا للمستمعين ديالنا الكرام شكرا لك سي محمد القرداك اللي معنا مباشره من ملعب ديال الوداد في الوازيس الوغ الخبر هو انه عبد الرحيم طالب سوغي لو نوفيل انترينور دو وداد افيك ان كونترا دون دوري دان ان سي سكو نو دي سي محمد القردام enregistrement www.widadclub.com